السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتس أب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. قالت وكالة فرانس بريس إن القانون الجديد الذي مررته قوى الإطار التنسيقي سبق وأبطل العمل به في عام 2018 بضغط من المتظاهرين. نقلت الوكالة الفرنسية عن باحثين في مركز The Century Foundation تأكيدهم أن اعتماد الدائرة الواحدة سيسهل تصدر سياسي الأحزاب المتنفذة ويجعل من الصعب على مرشحي الأحزاب الصغيرة المنافسة. أضافت الوكالة أيضا أنه بموجب القانون المعدل فإن الأصوات ستحتسب على الطريقة النسبية المعروفة بسانت ليغو والتي تخدم الأحزاب الكبيرة وتجعل من الممكن لمرشحيهم الذين لم يحصلوا على ما يكفي من الأصوات للفوز بمقاعد. في غضون ذلك أقدم متظاهرون في محافظة ذي قار على إغلاق مداخل طرق رئيسة وسط مدينة الناصرية، وأفادت مصادر صحفية أن المتظاهرين أغلقوا مداخل ساحة الحبوب في الناصرية بالصبات الكونكريتية، كما قام آخرون بنصب خيام الاعتصام احتجاجا على تمرير الإطار التنسيقي وكتل سياسية أخرى قانون الانتخابات الجديد بالرغم من الرفض الشعبي له. دعونا نشاهد جانبا من بيان المتظاهرين في ساحة الحبوبي. رسالته للناصرية من ساحة الحبوبي، ساحة الشهداء، إلى كل ثوار المحافظات المنتفضة، إلى الحراك الشعبي العراقي، كافي جروبات، كافي مجاميع، كافي لجان، كل احنا كار واحد وهدفنا واحد ومصلحتنا وحدة. إذا ما نتوحد كلنا وأربعين مليون عراقي، كلنا ننزل وبصوت واحد وبصدور عارية نرفض هاي الزمرة الفاسدة. هذا مجلس نواب مو عراقي، يريد نرجع لكاكين الفساد مجالس المحافظات، جاي تتحكم بإيران وأمريكا ودول الجوار. عمي مجالس المحافظات مرفوضة جملة وتفصيلا. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. كان متظاهرو ثورة تشرين قد هددوا بالتصعيد في حال مررت الأحزاب قانون سانت ليغو الانتخابي والذي يتيح للكتل السياسية المتنفذة البقاء في السلطة بالرغم من فسادها. ننتقل بكم إلى محافظة النجف حيث احتشد عدد من المتظاهرين تحت مجسر ثورة العشرين وسط المدينة بعد أن أغلقوا الطرق المؤدية إليه بالإطارات المشتعلة، وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للإطار التنسيقي ولرئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي. لنستمع. نكمل مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع. في هذه الأثناء قطع متظاهرون الطريق الرابطة بين بابل والمحافظات الجنوبية بالقرب من قضاء الحمزة الغربي احتجاجا على تمرير قانون سانت ليغو الانتخابي في مجلس النواب. وقالت مصادر صحفية إن متظاهرين قاموا بقطع الطريق بالإطارات المحترقة احتجاجا على تمرير تعديل قانون الانتخابات وإعادة مجالس المحافظات، فيما أعلنوا منع دخول النواب الذين صوتوا لصالح القانون إلى محافظة بابل. لنشاهد. هذا ملعب الرجال الأوفياء،
نتابع بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع. باسم الجبوري يقول: هؤلاء قدوة يجب أن يقتدي بهم كل الشعب ويلتحق لرفض إرادة الشر والتجبر التي تحكم باسم قوانين دكتاتورية بغيضة فصلتها الأحزاب الجائرة. طارق الموسوي يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل على سراق أموال الشعب العراقي وعلى الأحزاب السياسية الباطلة. عدي يقول: قانون سانت ليغو مفصل تفصال على أحزاب السلطة حتى يبقون بالسلطة مدى الحياة، قوائم مغلقة لقائمة واحدة أو على عدد المحافظات، والمرشح الذي لا يحصل على عدد أصوات تساوي قيمة المعدل العام للمقعد الواحد يعتبر خاسر، وتذهب أصواته للكتلة الكبيرة أو للكتل الكبيرة. عباس يقول: نلتحق بكم قريبا إن شاء الله، قانون فاشل يخدم الطبقة الفاسدة الإيرانية الأمريكية ولا صلة له بالعراق. معنا السيد أبو عمر من الناصرية، تفضل يا أبو عمر حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياك أبو عمر، تشفين من الناصرية، رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. أجمعين إن شاء الله يا أبو عمر، كل الهلا حياك الله. مرحبا. طبعا بالنسبة هذا قرار مال دكتاتورية مال أحزاب فاسدة، وهذا ما يصير، هذا ما يصير القرار. نعم. هذا أبد مرفوضا، مرفوض 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 من قبل ثورة تشرين. هذا مرفوض، وهذا جائر، هاي ذيولة مال إيران جاي يطبقونها، لأن إحنا عايزين فساد، لأن هم فاسدين. هذا ما هذا القرار مستحيل يصير، ممنوع أصلا، ممنوع وما يمر. ماكو طيب مجال. هم أبو عمر، هم مرروا القرار، لكن السؤال أنه ليش أعادوا تمرير القرار وطرحه مرة أخرى رغم كل الرفض الشعبي العراقي لهذا القانون؟ هاي بالنسبة عمي محمد، بالنسبة لذول الأحزاب، هذا القرار يعني هم من جانبهم هم يردونه. نعم. يعني يفصلون بكيفهم ويلبسون بكيفهم هم. فذول يعني هم حرامية، يعني هم يردون يعيدوننا على المربع الأولي. نعم. بكيفهم هم، بكيفهم هم جاي يفصلون بكيفهم. ذول العصابات، هذا الحلبوسي هذا ما يستحل، ما يخجل، هذا الطفل سيد أبو عمر، بعيدا عن التجاوز الشخصي، حتى بس هذه نتجنبها، احنا نتكلم عن انتقاد عام للسياسات المتبعة. المشكلة ليست في شخص الحلبوسي فقط، انه هو رئيس البرلمان نعم، لكن يجب ان يصادق النواب، يصوت النواب على تمرير هذا القانون، وهو ما حدث. يعني المشكلة ليست فقط الحلبوسي، هي الأحزاب الحاكمة هي اللي اتفقت على تمرير هذا القانون، وبالإجماع صار بمجلس النواب رغم بعض الاعتراضات، لكن القانون تم تمريره. احنا نسأل انه هذه الدماء اللي سالت وهذه الأصوات اللي بحت في سبيل إلغاء هذه القوانين الجائرة، ليش ما حد يسمع؟ لا بالنسبة ذولا يعني نسوا ثورة تشرين، اسمه 100 شهيد، 30,000 جريح، واحنا هسه جاي يعني على كيفكم احنا، يعني هاي قرارك، قرارات الاحزاب هاي الفاسده التابعه لايران والامريكا واسرائيل، ذولا ما عندهم ضمير. احنا نظل على كيفهم؟ لا والله مو على كيفهم عمي، احنا قاعدين بالحبوبي. نعم. ناصبين خيام وراح نقعد، والله العظيم هذا مرفوض قرارهم، هذا مال الاحزاب. نعم. احزاب قدره يعني. طيب. يعني ذولا حراميه يعني يبوقون يعني. وصلت الفكره ابو عمر، انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة. معنا السيد أبو زينب من النجف، تفضل يا أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن كنا نتأمل ونتوقع أنه هو مناقشة وإقرار قانون الموازنة. طيب بس علي صوتك يا أبو زينب، صوتك ناصي. أقول كنا نتوقع إقرار قانون. نعم. الموازنة. نعم. مو جاي ناقشونا قانون الانتخابات العام ومجالس المحافظات وميغو. نعم. ويطلع لك محمد الشيع السوداني ويؤكد ضرورة إنجاز مشاريع أبواب بغداد الأربعة المداخل. لك نعم. احنا وين والمداخل والأربعة، يعني مداخل بغداد أهم من جوع الشعب العراقي وفقره.
المشاريع كلها معطله على مود هاي الجسم الموازنه. ودلالة فشلهم اليوم لما الحلبوسي يستدعي الامن ان يطرد اعضاء في مجلس النواب معترضين. فتصور في اي ديمقراطيه عايشين احنا؟ اي ماساه واي مهزله. عم ذولا ناس مو سياسيين، ذولا حتى هم يسمون حكومه ديمقراطيه، لا حكومه تكنوقراط، العفو حكومه ثيوقراطيه اللي هي حكومه رجال الدين. هم طبعا رجال لا دين، لأن رجال الدين رجل الدين ما يبوق. يعني مرة بزمن جمال عبد الناصر من قالوا الشاعر الكبير المصري أحمد فؤاد نجم لما سللوا بعض المتزعين بزيدين، قالوا له يا أستاذ رجال الدين باهم لصوص، قالهم لا اللصوص باهم رجال دين. يعني دولة ما يستحون، يعني مو كافي 20 سنة نهبوا البلد دمرونا على وأبو أبوه، يطلع لك واحد يقول لك يجب أن نفشل. شنو الاستفادة، شنو اللي حيستفاد الشعب العراقي بعد إقرار هذا القانون وتمريره؟ يعني هي المشاكل كانت أصلا بسبب أنه لا توجد فعلا ديمقراطية مثل ما تفضلت، الانتخابات شكلية وهم بالنهاية يتقاسمون المناصب والمحاصصة بيناتهم، ليش يرجعون هذا القانون مرة ثانية؟ يعني شهدنا الانتخابات الأخيرة بغض النظر عن كونها شكلية وبها تزوير وغير معترف بها من العراقيين، لكن مع هذا مشوا اللي رادوه وسيطرت هذه الأحزاب على الحكم. شنو اللي راح يتغير؟ ليش يريدون يرجعون هذا القانون مرة ثانية؟ عمي هو أصلا أساسا ماكو انتخابات، يعني هاي اللي انتخبوا ما يطلعون 12%. القانون يقول لك ما لا يقل عن 30%. هاي واحد من المتقدمين فاز 124,000 صوت. انت تعرف حسب الدستور شو يقول لك، كل 30,000 صوت يلا تحصل مقعد. السميخة الفاذة يحصل الرجل 4 مقاعد، وال4,000 تروح يطيها لأي حزب آخر مو مشكلة. تدري المن الطول 4 مقاعد؟ الواحد فائز ب 12 صوت، مو 12,000 صوت. بعد يا مهزل الصير، قالهم يا بعاني 124,000 صوت ولا مقعد. قال له اي مهذا منتمي للحزب الفلاني. وهذا اللي راح يصير. انا اشكرك سيد ابو زينب، وهذا اللي راح يصير بقانون سانت ليغو الجديد اللي تم تمريره، ليس الجديد، اللي تم تمريره مرة أخرى، يعمل بهذا النظام اللي تابعين للكتل الأكبر، حتى لو ما جايبين أصوات سيحصلون على مقاعد طالما هم ضمن الكتلة الأكبر أو ضمن التحالف الأكبر، وبالتالي تروح أصوات الناس بهذا الشكل إلى من لا يستحق، إلى الفاسدين. وعموما بشكل عام هي الانتخابات بالعراق في ظل وجود هذه الحكومات المتعاقبة وهذه الأحزاب، مهما كانت هذه الانتخابات ستبقى شكلية وستبقى مرفوضة في أكثر من مناسبة، أكد العراقيون هذا الشيء، مرفوضة لأنها ليست نزيهة، ليست مستقلة، ليست ديمقراطية فعلا، ولا تمثل العراقيين ولا تعكس حقيقة أصوات الشارع العراقي في البرلمان أو في الحكومة. ويانا السيد أبو عراق من الفلوجة، تفضل يا أبو عراق. أهلا، السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يا أستاذ محمد والله ملينا من هاي الحكومة ومن هاي الأحزاب، والله مهزلة. ويمكن شفت الاجتماع مالهم بالبرلمان، والله لو يستحون على نفسهم كل واحد يقعد ببيته ويسكت، كافي عاد مهزلة، كافي ضحك. والله الشعب بعد ما ينضحك علي يا أستاذ محمد. مجالس المحافظات سوت قبل حتى يسوونها يا جماعة الإطار. أنا من خلال قناتكم يا أستاذ محمد أناشد الصدر، أقول له يا الصدر ليش هيك، ليش تخليت عن الشعب، ليش خليت هذول الأحزاب الفاسدة تلعب بالشعب العراقي، ما تظهر يا أستاذ محمد. والله دمرونا ذولا دمرونا عمي، ملينا من عدوهم. الحكي ذولا مو مال حكي ولا مال مظاهرات سعد محمد، ذولا مال سحل بالشوارع. انهض يا شعب، شبيك، كافي. ترى هاي المظاهرات سعد محمد مكيفين بيها السهم، كيفين وراضين عليها يا شعب. توحد وكافي عاد.
وما زالت صارت. أنا أشكرك سيد أبو عراق من الفلوجة، شكرا جزيلا لك للمشاركة. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة وننتقل إلى موضوع آخر ضمن مواضيعنا. في حل ترقيعي لمشهد بات يتكرر كل عام منذ 20 سنة، وجه رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد الشيع السوداني بتعطيل الدوام في العراق بعد غرق الشوارع وأحياء سكنية عدة بسيول الأمطار بسبب انهيار البنية التحتية بالرغم من إنفاق مليارات الدولارات عليها. في محافظة النجف ومع بدء الموجة المطرية واجه طلبة إحدى المدارس في حي الأمير خطرا كبيرا حينما حصل تماس كهربائي داخل المدرسة تسبب بمحاصرة عدد من الطلاب داخل صفوفهم في وضع كاد أن يزهق أرواح الطلبة بسبب الإهمال الحكومي وغياب الرقابة والمتابعة. لنشاهد. نكمل مشاهدينا الكرام مع ملف البنية التحتية المنهارة في العراق ونبقى في محافظة النجف، إذ تواجه كافة القطاعات في المدينة إهمالا حكوميا في ظل فساد الحكومات المتعاقبة والأحزاب المتحكمة بمفاصل الدولة، حيث أظهرت مقاطع مصورة نشرها صحفيون وناشطون اجتياح مياه الأمطار لمرافق المطار وباحاته وأروقته. ولاقت هذه المشاهد انتقادات واسعة من المواطنين والناشطين والصحفيين على اعتبار أن المطارات تعد واجهة البلدان ومن المفترض أن تكون مهيئة وغير قابلة لمثل هكذا خروقات. دعونا نشاهد كيف خرج المسافرون من مطار النجف الدولي بعد الأمطار. قازم بماشين بغير كم سب أصلا لاكن تكوش عوه چجوری میرن مردم به ماشین بگو یکم صبر کنیم تا این آب بره. این مامورا گفتن آب میره تا نیم ساعت دیگه. نستمر مع هذا الملف مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. في غضون ذلك وثقت مقاطع فيديو غرق مستشفى النسائية والأطفال في مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية بعد موجة الأمطار التي شهدتها المحافظة وغرق الشوارع المجاورة لها. وكانت طبعا محافظة القادسية قد أعلنت تعطيل الدوام الرسمي لكافة مؤسسات الدولة في المحافظة باستثناء الدوائر الخدمية لمواجهة موجة الأمطار في ظل انهيار البنية التحتية التي تعاني منها المدينة. لنشاهد. هاي عندنا مريض طلعناه بالسرير طلعناه لهنا في السرير. يعني هذا طلعناه بالسرير المريض. وش؟ هذه الطوارئ، نوع الطوارئ خارج الخدمة. هذا الطوارئ خارج الخدمة الآن الطوارئ. هاي الطوارئ تفضل. داخل الطوارئ. السلام عليكم. شلون الصحة؟ الريحة ما تنقبل. تفضل. هاي الطوارئ خارج الخدمة بسبب من؟ بسبب مديرية مجاري الديوانية. نكمل مشاهدينا الكرام مع هذا الملف. لم يكن الحال في مستشفى بنت الهدى للولادة في الناصرية أفضل مما شاهدناه في الديوانية بعد موجة الأمطار، حيث اجتاحت المياه رودهات المستشفى في مشهد بات يتكرر كل عام دون أن تتمكن حكومات الاحتلال المتعاقبة منذ عقدين من الزمن على وضع حد لمثل هذه الكوارث. دعونا نشاهد.
نتابع بعض التعليقات مشاهدينا الكرام بشأن هذا الموضوع. محمد يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم، صار 20 سنة، شنو اللي سويتوه؟ بس فقر وفساد وبوق. زهراء تقول: الله يعينك يا عراق، حتى المستشفيات مالتك تعبانة، لا الصاحبيك مرتاح ولا الفقير مرتاح ولا حتى المريض، شوف الدول وشوف العراق. محمد يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم تسبب في دمار العراق. وتعليق لدينا من زيد يقول: لو أكو حكومة تخاف على الشعب كان هذا الماء مكان ما يكون نقمة نخزنه ويكون نعمة، لكن شنو نقول غير الحمد لله على كل حال. نستمر الآن مشاهدينا في عرض مواضيعنا وننتقل إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. مع الأمطار نبقى، لكن إلى النازحين والمهجرين في المخيمات. طبعا حذرت منظمات إنسانية وجمعيات أهلية عراقية وناشطون كذلك في مجال العمل الخيري، حذروا الأمم المتحدة من التخلي عن أكثر من 1,000,000 نازح عراقي بترك ملف النازحين في المخيمات بيد السلطات في بغداد وأربيل. وأجمعت المنظمات في بيانات وتعليقات متفرقة بعد إعلان خطة الأمم المتحدة القاضية عن التوقف عن إدارة المخيمات وتسليم المسؤولية عن ذلك إلى السلطات المحلية، على أن المنظمات الدولية تتخلى عن مسؤولية إنسانية وأخلاقية مناطة بها، بينما يوجد 1,200,000 نازح عراقي وفق تقارير المنظمات نفسها. طبعا يعد النازحون من جرف الصخر مثالا حيا على حجم الظلم الواقع على النازحين بعد أن أجبروا على العودة لمنازلهم التي باتت تحت سيطرة الميليشيات. وفاقمت الأمطار الأخيرة من حجم معاناتهم في مخيمات عملية الفلوجة بعد أن دخلت الأمطار لخيامهم المهترئة وفاقمت من أحوالهم وأحوال أطفالهم. لنشاهد. لا حول ولا قوة إلا بالله. مشاهدينا الكرام، دعونا نكمل مع هذا الموضوع في مقطع آخر. أكد ناشطون في العمل الخيري على أن ملف النازحين تحول إلى ورقة سياسية للابتزاز تدار من قبل الحكومات في بغداد والميليشيات المسيطرة على مناطق النازحين وأراضيهم، وبمجرد رفع الأمم المتحدة يدها فإنها ستترك مصير 1,200,000 نازح إلى المجهول. وشدد على أن الحكومات المتعاقبة شددوا أيضا على أن الحكومات المتعاقبة بما فيهم حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشيع السوداني تتاجر بملف النازحين ولم تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام من أجل إنهاء معاناتهم المستمرة. أشاروا أيضا إلى أن وزيرة الهجرة والمهجرين في الحكومة الحالية إيفان جابرو اعترفت في آخر تصريح لها أن وزارتها عاجزة عن إعادة العلاقات أو إعادة العائلات النازحة في هذه الظروف، وناشدت طبعا العائلات النازحة من منطقة جرف الصخر في مخيمات عمرية الفلوجة، ناشدت الجهات الحكومية وأهل الخير لانتشالهم من الظروف الصعبة التي يعيشونها في ظل هذه الأمطار والظروف الجوية القاسية. لنستمع. على المخيمات، احنا مخيمات عمرية الفلوجة ناشدهم، واحنا اهل جرف الصخر والعويسات ناشدهم بالمساعدات، واحنا المخيمات غرقت علينا ومن العشاء للصبح تنطر علينا، غرقنا بالماي والخيم وفرشنا غرقانه بالماي. ايه هاي طوفنا بالماي طوف، والجهال للصبح يرجفون غرقانين
قرقانين وناشد استاذ شاكر يجيب لنا مساعدات ويجيب لنا غذائيه يجيب لنا خيم غرقنا بالخيم غرقنا احنا الجنابين والعويسات. نكمل مع هذا الملف مشاهدينا الكرام في مقطع اخر. استقبل النازحون في مخيم بزيبز في محافظة الأنبار شهر رمضان المبارك وهم محرومون من العودة لمناطقهم بسبب سيطرة الميليشيات عليها وعجز الحكومة عن إنهاء معاناتهم المستمرة، بالرغم من إعلان حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشيع السوداني عن وضع خطة لإغلاق المخيمات. طبعا تتفاقم معاناة النازحين من جرف الصخر في مخيم بزيبز في شهر رمضان وهم يفتقرون إلى أبسط المقومات الأساسية، إضافة لانتشار الأمراض في المخيم من غير رعاية طبية أيضا، فضلا عن ما سببته الأمطار من معاناة كبيرة. دعونا نستمع إلى هذه المناشدة الواردة من هناك قبل أن نستعرض التعليقات. النازحين من جرف الصخر ونام مخيمات بزيبز ومحتاجين، ونريد الناس تساعدنا، الناس الخيرة أهل الخير إن شاء الله يساعدونا، والله وكل شيء محتاجين، وهسه صايمين على هذا شهر رمضان، إن شاء الله شهر رمضان خير علينا وعلى الإسلام أجمعين، إن شاء الله يساعدونا، وإحنا محتاجين، عندنا يعني عندنا مرضى، وعندنا هاي غذائية ماكو، لا كل شيء ما عندنا، يعني نريد يساعدونا، فكرة الله يساعدونا يعني بشيء بسيط اللي يقدرون عليه يساعدونا به. ومحتاجين، عندنا مرة أمي مجلوطة ونايمة بالفراش والله العظيم، وما أقدر على يعني الدكتور ما أقدر أوديها، هسه اللي عندها اتخذت الصاعر 5000 والله العظيم، وما نقدر على أي شيء نقدر نجيبه، وإحنا هسه برمضان والله لا كهرباء أكو ولا أي شيء عندنا، لا كهرباء والله العظيم، لا كهرباء ولا مي، وقاعدين في الخيم ولا حول ولا قوة. نتابع سريعا مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. سلوى تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يا رب رحمتك بعبادك المستضعفين في الأرض يا أرحم الراحمين. عاصي يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل. أم لؤي تقول: ربي رحمتك والطف بيهم ارحمهم وارحم أطفالهم وشيوخهم، ما عدهم غيرك. وتعليق لدينا من سيد يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله تعالى أن يكون بعونكم ويصبركم على ما أنتم به. مشاهدينا معنا الآن السيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر حياك الله. حياك الله أستاذ محمد، رمضان كريم عليك وعلى قادر قناة الرافدين والأمة الإسلامية أجمع. علينا وعليكم أجمعين إن شاء الله. تفضل يا أبو عمر. أستاذ محمد أشكرك. أستاذ محمد، ما زال ملف النازحين اللي هو أكثر من 10 سنين يعانون يعني معاناة كلش قوية من أطفال وشيوخ ونساء، علما بأن الحكومة والأحزاب السلطة اللي يعرفون أنه النازحين اللي من جرف الصخر أو من مزيرز، كل هاي المحافظات اللي جابهم المالكي ودخل بيها داعش والناس العزل اللي ما زالوا انه في الخيم عايشين، نعم. هذه ذنبهم على الحكومة وعلى الحشد الشعبي، لانه هم السبب الرئيسي بسبب هذول الناس اللي سببهم، ما لهم اي سبب، ما لهم اي يعني ذنب انه طيلة هاي السنين انه في الخيام في الصيف او في الشتاء بدون اي خدمات، بدون اي تمديد العون لهم من قبل لا مراجع دينية ولا محمد الشيع السوداني ولا الكاظمي اللي قدم انهم هاي المساعدات، كيف انه عايشين وكيف انه اطفالهم انه لا مدارس، كيف انه شيوخهم انه مرضى لا دواء لا عناية، وكيف انه نساهم انه هم ما يقولون عنه انه رجال مقاومة ورجال مقاومة شرفاء. طيب وين الشرف من هذا؟ انتم ابناء نساكم وابناء شعبكم من القومون داعش ومن اتاهم بهم المالكي اللي في المحافظات المنطقة، كيف انه حررتوا؟ سيد ابو عمر قول انه بعد ما انتهت العمليات العسكرية ليش ما ذول الناس رجعوا الى مناطقهم؟ ليش ما تم إعادة إعمارها؟ ليش ما حظوا بحياة مستقرة آمنة يعني فيها الخدمات الأساسية؟ مو المفروض أنه المقاومة أو طرد الإرهاب من العراق يكون في سبيل توفير حياة كريمة للمواطن العراقي ينعم بها بالأمان والاستقرار؟ ليش بعدهم بالمخيمات؟ ليش عندنا 1,200,000 مواطن عراقي نازح مهجر من دياره؟
استاذ محمد، لو كان انه مقاومه محترماتي لهاي الكلمة، المقاومه شريفه ونزيهه وعفيفه، بانه غصبا ما عليهم يرجعون الناس وعوائلهم الى دورهم، ويعني نقدر نقول يعني كرموهم اكثر من ما كانوا، يعني يرجعون بيوتهم، يرجعون حلالهم، يرجعون كل ما فقدوهم، لانه هاي الحكومه وميليشياتها قياداتها وزعماء ملياشات اللي قاعد نشوفه، اللي حقد اللي عندهم على شعبنا وناسنا بالانبار وبالموصل وجرف الصخر، هذا يعتبر حقد طائفي على ناسنا وابنائنا. ولو ليش السبب انه ما يرجعون؟ هذا يعتبر من قيادات ميليشيات عليا ومن ايران انه ما يرجعون بسبب هذه الخلافات السياسيه وسبب صراعات السياسيه اللي كانت فيها من قبل 2003 ولحد الان. هاي كلها تعتبر حقد على ابناء شعبنا. فإن شاء الله مهما كان الحقد عليهم أنه يظل الشعب العراقي ويظل النازحين صابرين لحين ما يكون أنه يعني تزيل هاي الحكومة الفاسدة ويتحاسبون بعون الله. والسجون اللي امتلأت من أبناء محافظتنا هاي، طيب جانب ثاني المفروض تعطي حكومة عفو، لأنه الناس أبرياء عندنا بالسجون، كثير ناس آلاف مؤلفة أبرياء ما صدقت أي محاكم بيذو عنهم أنه الناس متهمين. طيب أنا أشكرك أشكرك سيد أبو عمر، أكتفي حضرتك بهذا القدر. طبعا عندنا رسالة من السيد أبو مالك من أمريكا يقول: السلام عليكم أستاذ محمد، تحية لك ولجميع كادر قناة الرافدين. إن إصرار الأحزاب، أحزاب الإطار التنسيقي، بتمرير قانون الانتخابات السيء الصيت والمفصل على كتلهم العميلة إلى إيران، والغاية منه حتى يتسنى لهم تزوير وتصعيد النواب الموالية إلى أحزابهم، فعلى الشعب العراقي أن يتحد ويقف وقفة رجل واحد بوجه هذه الكتل السياسية التابعة إلى إيران. والكل يعرف أن القرار ليس بيد هذه الكتل وإنما يأتي من إيران. وشكرا، شكرا لك سيد أبو مالك من أمريكا. نكمل ما لدينا مشاهدينا الكرام من مواضيع في هذه الحلقة وننتقل إلى موضوعنا الرابع ضمن فقرة المقاطع المتداولة. تتكرر سيناريوهات قطع الطرق بين الحين والآخر في العراق في ظل وجود توجيه صريح ومباشر من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بعدم قطع الطرق من قبل المواكب العسكرية للمسؤولين. في زيونة ببغداد انتقد مواطنون من أبناء الحي قيام مسؤول حكومي بقطع الشوارع في المنطقة خلال حفل زفاف ابنه، وتوعد أبناء الحي توعدوا بإيصال المقطع لوزير الداخلية الذي لم يحرك ساكنا بالرغم من تداول المقطع قبل أيام. لنشاهد. أنبار وزير الداخلية، خلي باوع وزير الداخلية باوع، شوفوا سادين الشارع علينا بزيونة، هاي بزيونة سادين الشارع، وهسه أنا أحدثها المكتب الوزير وأريد أشوف يقبل لو ما يقبل. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. كان وزير الداخلية كما قلنا قد وجه في وقت سابق مديرية المرور بالعمل على توفير انسيابية في الشارع وعدم قطع الطرق للمواكب العسكرية، فيما أكدت مديرية المرور توجيه الوزير بعدم قطع أي طريق أمام أي موكب تابع لأي أحد من المسؤولين ومن ضمنهم هو شخصيا، إلا أن هذه التوجيهات بقيت حبرا على ورق ولغايات الاستهلاك الإعلامي كما يصف عراقيون، إذ بيّن مقطع مصور متداول قطع الطريق أمام المواطنين من أجل عبور رتل أحد المسؤولين في تقاطع المصافي بمنطقة الدورة جنوب بغداد في مخالفة أخرى لهذه التوجيهات. دعونا نشاهد. ١٥ دقيقة محبوس العالم هنا أنا وأكثر على مود يعبر سيادتك، ما نعرف تاليها شنو. نتابع مشاهدينا الكرام التعليقات بشأن هذه المقاطع. سيد ضياء الحسني يقول: حتى يعبرون الممنوعات براحتهم ويقطع الطريق على المرضى لمن يموت بالسيارة والله ينتقم منكم. حميد يقول: مو معظم السياسيين وأعضاء الحكومة بالنسبة لهم الناس حثالة، يمهل ولا يهمل. تعليق لدينا من أبو أنس يقول: هي الحكومة لو تستحي من الشعب ما يسوون هيك.
وتعليق من فراس يقول: يعني المسؤول شنو يختلف عن هاي الناس الفقرة؟ هذه أسئلة يطرحها مواطنون عراقيون مشاهدين الكرام بشأن هذه السياسات المتبعة واستغلال السلطة من قبل المسؤولين في الدولة. مشاهدينا، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل معكم، فابقوا معنا. هذا برنامج جديد نلقاكم فيه كل يوم إن شاء الله، نتذكر فيه معا أياما من رمضان، نعيش فيه مع معارك وأحداث، نتذكر مرة نصرا عزيزا ونتذكر مرة أخرى درسا قاسيا، نحاول أن نتعلم من هذا ومن ذاك. هي معركة من عجائب المعارك، لأن هذا الجيش القليل الذي يقوده طارق بن زياد استطاع أن ينتصر على الجيش الهائل الضخم الهادر الذي كان يقوده لوذريق. في هذا البرنامج في هذه الأيام تنقلنا وتقلبنا معا في أروقة رمضان مع شخصيات ومعارك وأحداث متنوعة التقطناها من تاريخ أمتنا العظيمة. كانت الفكرة أن نعيد التذكير بأنه يعني أمتنا عاشت طوال 1300 سنة تحيي رمضان بالمزيد من العبادة، المزيد من فعل الخير، التكافل، التزاور، التراحم، الاجتماع على القرآن وعلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان فيه ثلاث فرص غالية، كل فرصة منها تكفر الذنوب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في حلقة صوتكم لهذا المساء. طبعا عندنا أحد الأشخاص من مخيم الهول بسوريا يحاول يكتب حقيقة، يحاول يتواصل معنا ويحاول يتصل، لكن هو للأسف دي يتصل عن طريق الواتساب، وكما قلنا في بداية الحلقة الرقم المخصص للواتساب هو لاستقبال الرسائل المكتوبة فقط وليس مخصص لاستقبال الاتصالات. يبدو الأخ يعني هاتفه مغلق حقيقة، حاولنا التواصل معه لكن يبدو الخط مغلق. أنا أبلغت بكتابة رسالة إذا كان، وطبعا هذا الكلام أيضا موجه لحضراتكم، أي شخص يواجه مشكلة بالتواصل معنا عبر الاتصال أرجو منه أن يكتب رسالة يعبر فيها عن ما يريد عن طريق الرقم المخصص للواتساب والتي سنقرأها إن شاء الله في هذه الحلقة. فإلى الأخ من مخيم الهول، إذا كان يشاهد أرجو منك أن تقوم بكتابة ما تريد وسنقرأ إن شاء الله خلال ما تبقى من وقت في هذه الحلقة. طيب، معنا السيد أبو علي من أبو غريب، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم ورمضان كريم عليكم وعلى الأستاذ مثنى وعلى المرحوم حارث الضال. حياك الله علينا وعليكم أجمعين إن شاء الله. إن شاء الله وعلى ابن الشهيد نهاد النجيب الله يرحمه إن شاء الله أجمعين. حياك إن شاء الله. تفضل يا أبو علي. الله يحفظك. الله يسلمك. هذا رمضان إن شاء الله رمضان الإنسانية، رمضان المسلمين جميعا، وإن شاء الله صير الألفة بين الجميع، وإن شاء الله تعاون على البر والتقوى إن شاء الله أجمعين إن شاء الله، ويرحم الناس اللي راحوا، وإن شاء الله نبدي حياة جديدة بالعراق إن شاء الله، وإن شاء الله نبتعد عن كل المشاكل. نعم. إن شاء الله بجاه النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويحفظكم أنتم جميعا إن شاء الله. الله يسلمك. شكرا جزيلا. شكرا سيد أبو علي من أبو غريب، أشكر حضرتك على هذه الكلمات الطيبة. مشاهدينا، نكمل ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة. طبعا نأتي إلى فقرة الانفوغرافيك. قال رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد الشاع السوداني إن حكومته عازمة على الوصول للاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات. أكد السوداني أن دخول العراق سوق الغاز العالمي خيار خططنا له كما قال، وسيتم تنفيذه.
ولا يمكن الاستمرار بهذه الحالة الشاذة بحرق الغاز التي تهدر الثروات وتؤثر على البيئة كما قال السوداني. طبعا طيلة السنوات الماضية كان الغاز المصاحب لاستخراج النفط يحرق بلا تحقيق أي فائدة، إذ تشير تقديرات حكومية إلى إحراق 700 مليار قدم مكعب نتيجة ضعف القدرة على استغلاله مقابل استيراده من إيران لتوليد الطاقة الكهربائية. المزيد من التفاصيل حول إحراق الغاز الطبيعي العراقي في سياق الانفوجرافيك الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية لنشاهد. ننتقل مشاهدينا إلى فقرة الهاشتاج. حذر خبراء اقتصاديون من المواد التي تضمنها مشروع قانون الموازنة المحال من قبل حكومة الإطار التنسيقي برئاسة السوداني إلى البرلمان للتصويت عليه بعد اعتماده سعر 70 دولار للبرميل لبرميل النفط الواحد وسعر صرف 130 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار في ظل مخاوف من تراجع أسعار النفط وتسبب فارق سعر صرف الدولار بأزمة اقتصادية على المدى البعيد. غرد عراقيون مع وسم تنظيم الإطار لخمط الموازنات. الأسدي يقول: كل دول العالم تفكر بالخطة المستقبلية إلى ازدهار وتطور بلادها، إلا حكومة الإطار تخمط ثلث ميزانيات لقدام، ثلاث ميزانيات لقدام لتتمتع بها أحزابها وتترك الشعب في أقصى درجات الفقر. أحمد يقول: أين موازنة 2014؟ أين موازنة 2022؟ هذا الإطار لم يخدم الشعب، بل هدفهم خدمة أنفسهم وسرقة أموال الشعب. سجاد يقول: فصخوا مصفى بيجي وبعد يريدون يفصخون الموازنة على طريقتهم الخاصة. تغريدة لدينا من علي يقول: يتبنون إنجازات ليس لهم الفضل بها، ولليوم لم يقدموا غير التنازلات من أجل المناصب والبقاء في السلطة والخضوع والتنازل عن عقيدتهم التي صدعوا رؤوسنا بها من ثار أبو مهدي وقاسم وخروج المحتل. بعدها أطمع وزير الدفاع الأمريكي أطعموه الطعام في شارع المطار. مشاهدينا، كتب الشخص الأخ من مخيم الهول الرسالة، دعونا نقرأها لحضراتكم سريعا قبل الختام. يقول: احنا عراقيين في مخيم الهول بنساء واطفال وكبار السن، والله ده نتعرض لابشع الانتهاكات من قوات سوريا، ولا واحد من حكومة بغداد تصير عنده غيرة ويرجع الناس لبيوتها. بس اريد اعرف احنا شنو سوينا؟ احنا فقط ما رضينا يحكمنا المحتل الفارسي والامريكي، ولهذا السبب هجرونا وهدموا بيوتنا فوق رؤوسنا. مشاهدينا الكرام، طبعا أنا أشكر الأخ من مخيم الهول وكان الله في عونهم، وأشكر حضراتكم طبعا لطيب المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.